تعالوا بقى ندخل على حاجة جديدة، ألا وهي هي مش جديدة. هو احنا هن optimize أو هنظبط الجزء بتاع الراوتينج، هنعمل حاجة اسمها راوتر نافيجيتور. راوتر نافيجيتور ده باختصار شديد هيبقى مسؤول عن أي تحكم أو أي عملية بتحصل على الراوت. إن أنا مثلا أنقل من صفحة للتانية، بس عندي لينك أكليك عليه يدخلني على صفحة، بس مع إن احنا نراعي حتة الجزء بتاع اللوكال كود اللي بيبقى موجود في اللينك. يعني إيه الكلام ده؟ أنا دلوقتي عندي الموقع أهو، اللينك بتاعه فوق سلاش يوزرز، جميل. طيب تعال بص اللي هيحصل لو جيت هنا قلت له ar سلاش يوزرز، هيفتح الموقع، جميل جدا. بس عملت كليك على اللينك، بص المفروض ان هو يبقى اللينك فوق سلاش ar، بس اللي بيحصل ان هو مبقاش سلاش ar. لما اجي كليك تاني على اليوزرز اللينك برضه مبقاش سلاش ar، فهي دي مشكلة. دلوقتي لو جيت عملت ريفريش هيحول لي على الايه، النسخه الانجليزي. فدي احنا هنبتدي نظبطها. طب الموضوع بقى ماشي ازاي؟ احنا هنعمل فايل اسمه نافيجيتور دوت جي اس في الفولدر بتاع الراوتر كونفيجريشنز اللي عندنا. طيب الفايل ده بقى فيه كالاتي. اول حاجه هنعرف فاريبل اسمه فول كارنت راوت. الفول كارنت راوت دوت هيبقى فيه الراوت بتاعي بالكامل، انكلودنج حاجتين، اللوكال كود والراوت نفسه، الاكشوال راوت، الاكشوال راوت نفسه. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي اللينك مكتوب فيه او الراوت مكتوب فيه سلاش اي ان سلاش يوزرز، فالفول كارنت راوت ده شايل اللوكال كود وكمان شايل الراوت نفسه، جميل. فبالتالي الفول كارنت راوت هيبقى عندي سلاش اي ان سلاش يوزرز. احنا هناخد من الفول كارنت راوت دوت هنعرف حاجه عندنا اسمها كونستنت انيشال لوكال كود. ايه فكره الانيشال لوكال كود دوت؟ انا دلوقتي لو مكتوب في اللينك عندي فوق اليوزر دخل كده سلاش اي ان سلاش يوزرز، فانا دلوقتي الانيشال لوكال كود بتاعي كلمه اي ان هو الفيرست لود اللي بيحصل للويب سايت عندي، جميل. فدوت هيبقى في عندي انيشال لوكال كود يا من غير انيشال لوكال كود. يعني مثلا لو اليوزر دخل سلاش يوزرز، فانا دلوقتي الانيشال لوكال كود فاضي، لان هو خليه فولس، لان هو اصلا ما فيش فيه كونتنت، يعني ما فيش عندي لوكال كود. طيب الحاله الثانيه لو في عندي سلاش اي ان سلاش يوزرز، فدلوقتي الانيشال لوكال كود بتاعي بقى ايه؟ هيبقى طبعا اي ان بس من غير السلاش. طيب هنعمل خطوه ثالثه او فاريبل تاني اسمه الكرنت راوت او ايا كان الاسم، هنظبطه عشان في فانكشن عندنا اسمها كرنت راوت. الفانكشن الفاريبل دوت عباره عن الفول كرنت راوت ناقص الاي ان او ناقص الانيشال لوكال كود. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لو اليوزر دخل على اللينك ده سلاش اي ان سلاش يوزرز، يبقى الكرنت راوت هيبقى سلاش يوزرز بس، بحيث ان انا اشيل منه اللوكال كود، وده هيساعدنا بعد كده قدام لما نيجي نشتغل حته النافيجيشن. طيب الكلام ده هيتم ازاي؟ انا كل مره بدخل على الليسن، اسف، كل مره بدخل على راوت جديد انا الهيستوري عندي اللي احنا بنستخدمه في ميثود اسمها ليسن، تمام. الليسن دي بتيجي تقول لي اي ابديت بيحصل للراوت اوتوماتيكلي بيسمع عندي في الايفنت دوت، فانا هشوف الكرنت. فانا دلوقتي لما اجي اكليك او يحصل ابديت في الهيستوري بتاعنا، هنطلع منه الفول كرنت راوت وهنطلع منه الكرنت راوت بتاعنا، تمام. طيب ده كلام عظيم. بعد كده عندنا فانكشن النافيجيت تو اللي هي الموجود في كلاس الراوتر، راوتر النافيجيت تو دي بقى الفكره فيها ماشيه ازاي. انا دلوقتي هاجي اقول له ان انا عايز انافيجيت على مثلا نفترض ان عملت لوجن وعايز اروح على الداشبورد، فالمفروض مثلا احط اللينك بتاع مثلا ايه، او مثلا صفحه اليوزرز المفروض، فهو هنعمل النافيجيت تو سلاش يوزرز، بس النافيجيت تو هتتشيك اذا كان في كرنت انيشال لوكال او انيشال لوكال كود. في الحاله ديت هزود عليه الكرنت لوكال كود، فبالتالي يبقى عندي سلاش اي ان سلاش يوزر، ده اللي انا هعمله بوش عندي في الهيستوري بتاعي، تمام. فدي الحته اللي احنا هنظبطها. احنا الاول كنا عاملين الباس اللي بيتكتب بشتغل عليه على طول، زي ما احنا كنا مثلا في اللوجن لما باجي اقول له اعمل لوجن هنا وروح على السلاش على طول او ايا كان الصفحه بتاعتي. طبعا دي شغال بال ريفريش. في عندنا ايه تاني؟ انا كده بص على اللوجن شغال فيها بايه، اللوجن نافيجيت تو، اه انا عاملها باي ديفولت بيروح على اليوزرز. فانا دلوقتي بدل ما يروح على اليوزرز، مثلا لو انا في اللينك عندي اصلا اي ار، فخليه يروح على ايه، سلاش اي ان او سلاش اي ار سلاش يوزرز، تمام. طيب بعد كده الكلام ده اللي احنا قلناه هينطبق على النافيجيت تو، وكمان هينطبق على الحته بتاعت
الريفريش نفس القصه، مفيش في عندي اي ابديت هيحصل فيها. طيب الفيرست سيجمنت اوف راوتر اللي احنا اللي كنا عاملينها في الاستاذ ده في الهيلبرز بتاعه الريندر كانت فين؟ اللي هي ديت، انا هطلعها من بره الريندر لان هي خاصه بالراوتنج عموما مش بالريندر فقط. فدي كده كده لان انا هحتاجها في اللوكاليزيشن. برضه احب اقول لكم خبر صار ان احنا هنبتدي نفور اللوكاليزيشن ونبتدي نعملها انهانسمنت، بس ان شاء الله بعد ما نخلص الجزء بتاع النافيجيتور ده عشان تبقى عندنا الدنيا ماشيه بشكل منظم ويبقى كل حاجه او كل كونسبت مسؤول عن الحاجه بتاعته. فان شاء الله الفيديو الجاي هنبتدي بقى نطبق الكلام دوت بشكل عملي.